مرحبا أعزائي متابعي قناة بلدين بعين عربي الفيديوهات اليوم عن تليجرام وتحديدا عن كيف راح أخفي وأفعل إشعارات القصص. حبيت أعملكم هذا الفيديو لكثرة الأسئلة اللي وصلتني عن هذا الموضوع، فحبيت أعمل هذا الفيديو. لكن قبلها أتمنى كل متابع يدخل على هذا الفيديو أنه يشترك إذا ما مشترك ويفعل الجرس ولايك الفيديو، مثل ما أساعدكم مجانا ساعدوني مجانا يا غوالي. هذا الفيديو كثير متابعين دخلوا عليه وطلبوا انه يغلقون اشعارات القصص، فهذا الفيديو عملته لهم. وخلي ندخل من داخل التليجرام اشرح لكم نتحكم في اشعارات التليجرام. راح ندخل على التليجرام ونروح على الاعدادات، راح ننزل على خيار اسم الاشعارات والاصوات، راح تظهر عندنا هذه الصفحه. هذه الصفحه رابع خيار اشعارات القصص، تدخل عليها. اني غالق كل الاشعارات، لو حبيت افعلها راح افعل هذا الخيار، وهنا كل الإشعارات راح توصل للكل. بالنسبة لعرض المؤلف هذا إذا فتحته راح تدخل هنا، راح تقدر هنا تضيف أصوات من عندك أو أنه تضيف من هذولا النغمات اللي موجودة عندك منطيك إياها التطبيق. هذا الشيء اللي موجود حاليا، وتقدر تغلق اسم المؤلف. طبعا حتى تضيف استثناء راح تدخل هنا وتقدر تضيف واحد من المتابعين يستثنون ومراح تجيهم الإشعارات. أما لو حبيت أنه تغلق الإشعارات فقط تفتحها الإشعارات المهمة لخمسة مستخدمين أنت كثير تتواصل وياهم، فراح تغلق هذا الخيار وأتفعل هذا الخيار. راح خمسة من المستخدمين اللي أنت دائما تتواصل وياهم راح يظهرون هنا، آخر خمسة كثير تتفاعل وياهم هذه راح توصلهم الإشعارات. ولو حبيت أنه تستثني ففقط أنه تستثني بعد هذول المستخدمين. هذه الطريقة الوحيدة لإظهار وإغلاق الإشعارات، تبقى كل واحد وبراحة. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير إلى أنه ميزة القصص هي ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق تليجرام، ففيها أخطاء الآن. بعض الأحيان المتابعين توصلهم أنه أحد مشتركين وياه دا يشاهد القصص، والشيء الثاني الإشعارات ما تظهر عند الكل، فانتظروا التحديثات كلها راح تتصلح لأنه ميزة جديدة وأكيد فيها أخطاء. تحياتي لكم، رجاء ساعدوني مثل ما أساعدكم الاشتراك واللايك، أكون جدا شاكر ومع ألف سلامة.